ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على الابراج اليومية او توقعات الابراج اليومية للابراج الهوائية والابراج الترابية. الابراج الاكثر حظا هي الابراج الترابية في الفيديو ده، وطبعا احنا مقسمين الفيديوهات او توقعات اليومية لفيديوهين. مبدئيا توقعات اليوم ليوم 14 يوليو لعام 2020، مبدئيا نتكلم على الابراج الهوائية. الابراج الهوائية ابدأ ببرج الدلو لان عنده تحذيرات قوية. برج الدلو هيكون يوم عندك في قوة، في احساس انك قوي قوي، لان عندك حاجات كتير تقوم بيها وبالفعل هتقدر تقوم بيها، ولكن ممكن الموضوع يأثر شوية في نفسيتك، يضغط عليك نفسيا، بس انت حاسس انك قدها. هيكون يوم عندك في شغل كتير، جهد كتير، ولكن القوة هي اللي هتخليك انك تقدر على كل ده. يوم مجهد جدا، ولكن لازم انك تركز بشكل قوي. لازم يكون عندك مساعدة لنفسك قبل ما حد يساعدك، لان ده اللي انت هتكون منتظره. يجب ان انت تنتظر نفسك، تنتظر انك تقوم وتقاوم. عامة برج الدلو هيكون عندك مشغوليات في الوضع المهني جدا. هيكون عندك ممكن يكون لازم تقف على حاجة بنفسك، ما تسلمش اوراقك لحد. هيكون عندك بعض القلق من الاخرين، ولازم انك تقلق من الاخرين جدا، لان عندك احقاد وعندك اشخاص كتيرة بتحسدك وعايزين ممكن يكونوا يوقعوك او حد ياخد مكانك في الوضع المهني. احذروا جدا. الوضع العاطفي ممكن يكون في اشخاص بتتكلم في سمعتنا كتير قوي او عايزة توقع تعمل مشاكل. هيكون عندك رد او ردع للموضوع ده. هتبدأ ان انت تواجه يا برج الدلو. احذر جدا جدا من المواجهة، واحذر جدا من السمعة اللي ممكن يكون بتتقال عليك. ده حاجة. الحاجة التانية اللي عايزة اتكلم او البرج اللي بعد كده، برج الجوزاء. برج الجوزاء هيكون عندك قدرت تقرب، قدرت توصل او قربت توصل. لازم تخلي بالك بالفعل انك قربت توصل، بمعنى انك ما تتراجعش. ابتعد عن انك تتراجع، ابتعد عن ان انت تستسلم او انك تزهق. خلي بالنا كويس جدا ليه بقول ده، لان برج الجوزاء انت عندك على قد ما في ايجابيات وفرص في خلال يوم 14، لكن هيكون عندك حالة من الملل او الزهق. هتحس ان انت مخنوق، بقيت تمر شوية بنفسية ان اللي هو او انا هوصل امتى، هقدر على الموضوع ده امتى، هيخلص امتى. عندك اسئلة كتيرة بتسألها لنفسك يا برج الدلو. ولكن في نفس الوقت اللي عايزة اتكلم عليه، نحاول على قد ما نقدر نبتعد عن ان احنا نستسلم، نبعد عن ان احنا نكون في حالة جوانا سلبية. قربوا كتير ان انتوا تسمعوا حاجة بتحبوها، ان انتوا تغنوا ترقصوا تشوفوا مكان انتوا عايزينه، تعملوا تواصل مع اصدقائكم، يكون في قرب علاقات. ده يشجعكم كتير جدا ان انتوا تستكملوا وما توقفوش، لان هيكون يوم جيد جدا، يوم نبعد فيه عن الاحساس اللي ممكن يكون شوية بيوجعنا ده. مبدئيا او حاجة كمان لبرج الجوزاء، برج الجوزاء هيكون عندك برضو في حظوظ قوية وفي مفاجآت رائعة. خبر جيد انتظره، خبر قد ايه ممكن يكون بالنسبة لك نقلة. هيكون عندك النهار شوية متعب، لكن على اخر النهار بالنسبة لك هيكون في خبر جيد يجب ان احنا ننتظره. ما ينفعش ان احنا نتكاسل. خلي بالك جدا من التواصل، من الايميلات بتاعتك، من موبايلك، على اساس انه يكون ممكن يكون في اتصال مهم. نخلي بالنا جدا 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 يا برج الجوزاء. برج الجوزاء عندك صلح ما بينك وما بين شخص، كان في مشكلة قانونية، مشكلة صعبة، هيكون عندنا صلح مع الأشخاص دي. عامة ده برج الجوزاء. البرج اللي بعد كده برج الميزان، أبراج برضو الهوائية من برج الميزان آخر برج. عامة برج الميزان عندك تحسين في الأحوال، الدنيا بقت أفضل. حاسس تحسين في الاحوال، بمعنى ان يكون عندك بالفعل تميزات كتير، في راحه او راحه لنظرك، راحه لذهنك، راحه من موضوع كان مقلق، راحه. هتحس ان انت خلاص وصلت او وصول لشيء، حاسس ان انت غيرت طريقك، غيرت مجالك، او عندك بالفعل انتقال مهم، عندك مشوار ممكن يكون مهم، عندك خبر جيد هينقل لك حياتك. بالفعل يا برج الميزان يوم مميز في انتقالك لحياه جديده. يبقى ممكن في تحذير خلال اليوم اللي وراه، اللي هو اليوم اللي هيكون يوم الاربع. فنخلي بالنا جدا جدا انه يوم متميز، بس لازم نكون بنتعامل بذكاء مع الاخرين، تعامل بحكمة. ممكن يكون في خلاف ما بينك وما بين شخص ما من مقربين ليك، ولكن ما تحاولش انك تبوظ العلاقة، او ما تحاولش ان انت. خلي بالكم جدا جدا من مجموعة الابراج اللي بتكلم عنها، نخلي بالنا من النصائح اللي بقولها في النص، لانها اكيد بتكون مهمة. نخلي بالنا يا برج الميزان من ان احنا ممكن نكون بنزود الخلاف، او ان
ان احنا نوقع نفسنا في الغلط. برج الميزان انت قوي جدا جدا في انك تخلي الشخص اللي قدامك يقع في الغلط وخلاص انا مسكت عليه غلطة، فخلي بالكم جدا جدا من الموضوع ده، انتوا قويين فيه بدل ما حد يمسك عليكم غلطات مبدئيا. عامه البرج احنا اتكلمنا على الابراج الهوائيه، تعالوا نتكلم على الابراج الترابيه، هي الابراج الاكثر حظا في الفيديو ده. الابراج الترابيه ابدا ببرج السور. برج السور برج يوم متميز بالنسبه لك جدا، برج قد ايه فيه راحه ايجابيه نفسيه قد ايه كويسه، هيكون فيه تحسين في الاحوال، فيه خبر حلو، خبر متميز، هتحس ان احنا افضل من غيرنا بكتير، بقينا افضل من اللي فات بكتير. يمكن موضوع كنا منتظرينه، موضوع شويه مربك، شويه ممكن يكون كنا خايفين من نتيجة، خايفين من ردة فعل حاجة، ولكن هيكون عندك خبر مهم، ظهور لشيء مهم، نتيجة إيجابية، نتيجة سواء نتيجة دراسية أو نتيجة تحاليل أو نتيجة لشيء معين إحنا منتظرين نتيجته، بمعنى أيا كان إيه هو أو في شكله إيه. مبدئيا كمان تحسين في الاوضاع العاطفيه، هيكون عندك ردع لكل الاشخاص اللي بيحاولوا يتدخلوا في شخصيتك، هيكون عندك بدايه جديده، عمل جديد، فرصه جديده. يوم هو بالفعل بدايه جديده لاصحاب برج السور، يجب استغلال اليوم ده، لازم نكون ذكيين جدا، وكمان نكون بنعرف احنا بنتعامل مع الناس ازاي وقبلها الناس بتتعامل معانا ازاي، لازم نكون دارسين كل خطوه. عامة ده برج السور يوم متميز جدا جدا ليكم، استغلوه وتفائلوا وتفائلوا خير جدا جدا يا برج السور. البرج اللي بعد كده برج العذراء. برج العذراء عندنا يوم جيد، ممكن اقول فيه تحذيرات، هي ان احنا نتجنب تفكيرنا في الماضي، نتجنب المشاكل الماضي، نتجنب التأثير العاطفي السلبي اللي كان موجود في الماضي، كل الحاجات دي لازم اخلي بالي منها. اللي انا عايزه اركز فيه بقى الايجابيه اللي جايه، احنا عندنا بقينا هنقف على رجلينا، عايزين ان احنا نكون افضل، متميزين، عندك اراده قويه، عندك صلابه في الراي والقرارات، هيكون عندك كمان فكر جديد او حياه جديده انت بتتمناها، هتبدأ تقفل صفحات موجعة بالنسبة لك، يمكن تقفلها سطحيا او ظاهريا او انك بتتناسى، بس المفروض ان احنا ندوس على نفسنا اكتر في الموضوع ده يا برج العذراء. برج العذراء عندك خلافات عائلية او بعض الخلافات العائلية، حاول انك تتجنب اثارة المشاكل او انك تزيد، عندك زعل على موضوع او ندم على موضوع انت قمت بيه، عندك الموضوع ده انت بتفكر فيه من اول اليوم لحد اخره، يعني عندك بتفكر ازاي اصلح، ازاي اصلح بس ما جيش على كرامتي، ازاي اصلح. حاول تنتهز الفرص يا برج العذراء، لان عندك فرص تقرب لك العلاقات، عندك مواضيع تقدر تفتحها تقرب العلاقات ما بينك وما بين اشخاص مرة تانية. عامة برج العذراء كمان هيكون يوم متميز في الاخبار الجيدة، في الاخبار المادية، هيكون عندك خلصت شيء انت بتنجزه او موضوع انت ممكن يكون حصل لك فيه تأجيل اليوم اللي قبله او الايام السابقة دي كان عندك في تأجيل، ولكن هيكون عندك لا اليوم ده ما فيهوش تأجيل، هيكون عندك بالفعل انك انجزت او خلصت موضوع مهم، مشوار جيد جدا هتقوم بيه وتنجزه، عندك من النقاط دي كتير قوي يا برج العذراء. ولكن تجنب مش الخلافات العاطفية، هو تجنب الخلافات العاطفية بالنسبة للناس المرتبطين، ولكن تجنب من انك تكون مسلم ودنك او دماغك للشريك او لأيا كان الشخص مين، تجنب انك تسمع من الاخرين، اسمع قلبك، اسمع عقلك، لا ده اللي هيكون بالفعل متميز. عندنا اساسا يا برج العذراء خلال اليوم ده انك بتعيد حساباتك الشخصية، بتعيد حساباتك غلطت في ايه وعملت في ايه وكل الحاجات دي، ده انا بعتبره شيء جيد جدا، بس في نفس الوقت لازم اني انا اتجنب اثارة او ان كلام يسرني عشان ده هيكون موجود. عامة ده برج العذراء. اخر برج من الابراج الترابية هو برج الجدي، احسنكم الحظ او افضل الحظ يعني. عامة برج الجدي هيكون يوم جيد جدا، يوم قد ايه رائع، قد ايه في راحة نفسية، في تحسين في الاحوال، عندنا كمان الاخبار هتكون قد ايه جيدة، عندك كمان الماضي اللي وجعك او ظلمك او خانك او اتغدر بيك هيكون عندك قد ايه من رجوع حقك، هتحس ان الشخص ده راجع ندمان، في نفس الوقت تجديد لصلح فات، بمعنى ان اشخاص حاولت تصلح علاقتها معاك، ممكن يكون حصل عرقلة في الموضوع او حصل في شتات شوية او حد تدخل في الموضوع بطريقة سلبية، لا الصلح ده هيرجع يتكرر مرة تاني، ده هيسير فيك ايجابية قوية. عامة كمان هيكون عندك في خبر حلو، ممكن يكون تسمع ان في حد هيجيب بيبي جديد او ان في انتقال لمكانة او فرصة عملية جاية لك بشكل قوي ومتميز وبقت شيء ملموس في ايدك، فده هيسير فيك برضه
برضو ايجابيه. يمكن الاخبار او اليوم ده هيكون مليء بالاخبار اللي هتسير فيك ايجابيه، لكن النصائح اللي انا ممكن اتكلم عنها او الاشياء اللي ممكن اقول فيها حاجات نخلي بالنا منها، زي مثلا برج الجدي هيكون عندك تخلي بالك من الاشخاص اللي حواليك اللي هم عقدين. كمان يا برج الجدي تخلي بالك جدا جدا من الخلافات العائليه اللي ممكن تحس ان النصيحه هي بمثابه زق، عنف، انتقاد. خلي بالك جدا جدا ان ده يسير فيك لان ممكن يضيع او يغير تاثير الايجابيه اللي موجوده جواك. برج الجدي بشكركم جدا او بشكر كل الابراج، بس في نفس الوقت برج الجدي عايزاكم تكونوا ايجابيين قوي، عايزاكم تكونوا متفائلين. نبعد عن الكسل او نبعد عن الماضي اللي سلبي اللي ممكن يكون لسه مأثر فيك لان عندك رجوع حق، يعني خلي عندك تفاؤل اكتر يا برج الجدي. مبدئيا لكل الابراج اللي اتكلمت عنها، خليكم واثقين في نفسكم جدا، خليكم عندكم قوه، اعرفوا ان هو يوم هيكون بايجابياته كامل او هيكمل معانا، بسلبياته هو يوم وهيكون خلص وراح لحاله، فهو يوم مش حاجة كبيرة. بشكركم جدا، بتمنى جدا نكون متفائلين، وثقوا في التفاؤل، تفاؤلوا بالخير تجدوه. بشكركم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة وتفعيل الجرس. سلام.